السلام عليكم، مرحبا بنات. اليوم سويت تحدي أنا ومهودي، أريد أحكي لكم عن مهودي. قبل 5 أيام جاني تعليق من ناس أعرفهم على فيديو ناشرته على مهدي، ومعلقين عليه والله ما يستحق الحياة، يعني مهدي ما يستحق الحياة. ليش كاتبين هيج علي معلقين والعالم يشوف تعليق؟ ما تخافون من الله، وانا ما تحمليت مسحته بساعة التعليق حتى ما حد يشوفه، وانا ما خذلت له صورة بامتي، وهذا التعليق قدامكم. ماكو غير اقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله سبحانه وتعالى ياخذ حق اليتيم، والحمد لله والشكر كان عايش اهلي وما مقصرين وياه، وخواله يحبونه ومدللينه وما مقصرين وياه، وش يريد يجيبوله. وهسه جبت يمي يعيش صار 8 شهور، والحمد لله ما مقصرة وياه، كل شي يريد نجيب له. ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على هيج ناس ما تريد ابنها.